كلنا بنحب الشاي وده لانه بيعتبر من اكتر المشروبات كلنا بنحب الشاي وده لانه بيعتبر من اكتر المشروبات الشعبيه في العالم كله، مش مصر بس. لكن تعال اقول لك بقى على اغلى نوع في العالم. تخيل ان النوع ده مصنوع من الفضلات ومخلفات الحيوانات، ورغم كل ده بيتباع بفلوس بالهبل. كلنا بنحب الشاي وده لانه بيعتبر من اكتر المشروبات الشعبيه في العالم كله، مش مصر بس. لكن تعال اقول لك بقى على اغلى نوع في العالم. تخيل ان النوع ده مصنوع من الفضلات ومخلفات الحيوانات، ورغم كل ده بيتباع بفلوس بالهبل. اما فضلات الباندا في زراعه شاي اخضر عضوي، فعلا نجح في زراعته في منطقه جبليه جنوب الصين، واستخدم اطنان من فضلات الباندا واللي بتعيش في مزارع قريبه منه. باعوا مقابل 200 دولار للفنجان الواحد، وده اكتر من 6000 جنيه مصري. كل 50 جرام منه الشاي ده بيبيعه ب 22000 يوان، يعني حوالي 3500 دولار، يعني اكتر من 100000 جنيه.